بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أسعد الله صباحكم جميعا. من ترغب بصبغ شعرها ولكنها لا تستطيع لأن شعرها به حنة؟ ها الحل موجود بملعقة زبدة واحدة فقط، ملعقة الزبدة. يمكن استخدام الزبدة الحيوانية أو النباتية، ويمكن كذلك استخدام زبدة الشيا. أي نوع زبدة متوفرة عندكم استخدموه. الزبدة النوع البقري رائعة جدا في هذه الوصفة. طريقة استخدام هذه الوصفة، نقوم بتذويب ملعقة زبدة كبيرة. طبعا وصفات الشعر حسب طول وكثافة شعرك. بعد تذويب ملعقة الزبدة يتم توزيعها. نقوم بتوزيع الزبدة على كامل الشعر ابتداء من الجذور ونهاية بالأطراف، ونقوم بلف الشعر بالبلاستيك الغذائي ونتركه على الرأس. نترك الزبدة لمدة 4 ساعات طبعا مع تسليط المجفف، مجفف الشعر بين فترة وأخرى لمساعدة الزبدة لتغلغل إلى جذور الشعر وسحب لون الحنة. طبعا هذه الوصفة نكررها يوميا، وبعد مرور 4 ساعات نقوم بغسل الشعر بماء دافئ وشامبو مناسب لشعرك. قلت تكرر العملية يوميا لمدة أسبوع كامل، وخلال كل مرة نضع فيها وصفة الزبدة نلاحظ نزول اللون تدريجيا. طبعا تختلف النتيجة وفقا لبعض التجارب التي أجريتها حسب طبيعة شعر كل واحدة وسمك الشعرة طبعا ولون الحنة. بعض النتائج المرضية طبعا وزال اللون تدريجيا من أول استخدام، كان مع لون الحنة البني المحمر. كانت إزالة اللون بالزبدة سهل جدا، وبعض التجارب احتاج فترة طويلة دامت أسبوعين حتى تم سحب اللون نهائيا، خاصة اللي صابغين الحنة باللون الأسود. ولكن طبعا كانت فائدة الزبدة للشعر صحية، غذت لهم الشعر وأكسبت اللمعة الطبيعية للشعر، وعملت فرد وتنعيم وإصلاح الضرر السالف والتقصف للشعر، معناها سحب اللون وتغذية وتنعيم الشعر وإزالة التقصف. الوصفة هذه صالحة للاستعمال للحوامل والمرضعات، هي آمنة وليست لها أي أعراض جانبية. قلت تستخدم يوميا لمدة أسبوع وإن شاء الله النتائج مرضية. بالأخير لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.